إذن مشاهدينا الكرام متابعينا، قبل انطلاقة المباراة النهائية في بطولة العسيري للفئات السنية الأولى التي تقام هنا على ملعب العسيري والتي ستجمع بعد لحظات قليلة من الآن فريقي الجزيرة وطليعة القريات، معنا أحد الحاضرين والذين يريدون الاستمتاع بهذه المباراة. نتعرف عليك. عبد العزيز يوسف. عبد العزيز، مساء الخير. اليوم مباراة نهائية وأنت تحضر، كيف ترى هذه المباراة النهائية؟ مساك الله بالنور. والله المباراة جامدة شوية، ما يحتاج اللعيبة كلهم ذو خبرة وأصحاب لعيبة، يعني ما يحتاج. عبد العزيز، مباراة تجمع الطليعة القريات والجزيرة، لمن تتوقعها؟ إن شاء الله الطليعة الجزيرة. ليش توقعت الطليعة القريات ليش رشحت الجزيرة وما رشحت طليعة القريات؟ الكثير يرشحوا طليعة القريات وأنت تخالف وترشح الجزيرة. لا، لأنه في يعني أصحاب زي كذا ما يحتاج، لأن لازم نودي الأصحاب بعهم الدعم يعني بالتصويت أنا وكذا. إذا أنت تقدم الدعم المعنوي للاعبي الجزيرة. طيب، من النتيجة كم راح تكون؟ إن شاء الله 2-1 اليوم. من اللي يسجل؟ ما اللي يسجل، اللاعب نفسه، ما تقول إن شاء الله فيهم النجوم. عبد العزيز يعطيك العافية. الله يعافيك. سريعا نتحول كذلك لأحد الحاضرين المتواجدين هنا في ملعب العسيري لمتابعة المباراة النهائية. مسي عليك، نتعرف عليك. محمد عبد الله. محمد، اليوم مباراة راح تجمع الجزيرة وطليعة القريات، توقعاتك للمباراة؟ والله إن شاء الله طليعة الجزيرة يفوزوا إن شاء الله 3-0. ليش هذه النتيجة الكبيرة؟ لأنه فريق أحسن من القريات. يعطيك العافية.